تتعدد التحليلات والقراءات لمقابلة ما، ولكن الأهم هو قراءة المدرب للمقابلة. تفضل أسي. أولاً أنا عارف ما تكونش أربع أسئلة. كنظن أنا بعد سنة يمكن بعد ما جيت المدرب المنعشي تخيل شيء. السيد شعيب مباركي، كنشوفوا يعني التشكيله ديالكم ديال الفريق السالمي ان تشكيله متكامله تضم لاعبين شباب، ولكن اين يكمن الخلل؟ يعني مجموعه من الدورات، مجموعه من الهزائم، ولحد الساعه فريق السالمي لم يجد الطريق الصحيح كما يقال. ما هو تعقيبكم على السؤال؟ انا قلت لك كثير من المباريات ما نستحقوش نخسروا، يعني في الوقت اللي كنكونوا حنا ماسك المباراة وكيتاحوا لنا فرص باش نسجلوا ما كتبقاش انا باش نسجلوا، وكما كتعرف كرة القدم يعني ملي كتضيع الوقت كونكيس يعني اليوم يمكن قبل من الهدف يمكن قبل من الهدف واحد الوقت يمكن كنا حنا متحكمين شوية في المباراة في الهجمات المرتدة، بصح علاش كنا باش نسجلوا واخا ما كانوش يعني ما كانوش فرص اللي كنقولوا حنايا فرص باينة اللي تقدر تسجل. يمكن كما قلت لك بعض المباريات الوقت اللي كنكونوا حنا ماسكين زمام الاوضاع في المباراه وكنديروا فرص ما كنستطيعوش نسجلوا في الوقت من بعد ما نعمل المباراه ديالنا، يعني كتسجل لنا كما قلت من قبل. يمكن في الاوقات اللي كتكون لا كونسونتراسيون تشوف باش تعرف في بدايه الشوط الاول وفي اخر ديال الشوط الاول وفي بدايه الشوط الثاني في اخر المباراه دائما كتخلى كونسونتراسيون عند اللاعبين. كما قلت لك الاخطر ما كاين اللي تمنع البيت الدقائق الأولى أو الدقائق الأخيرة في الشوط الأول في الشوط الثاني. يمكن كنلقاو مجهود كبير يعني كنلعبو الكرة اللي كيبغيها الجمهور، ولكن كيما قلت لك الوقت اللي خصنا نكونو حنا في الطون فور ديالنا باش الماركي كتسجل لنا هدف وقعت لنا شحال من مباراة. يمكن اللاعبين حتى اللاعبين اللي جاو ديك الاضافه اللي كنا كنتسناو من المشكل الاضافه يعني باش نمشي باش نزيد من الاضافه اللي انا كتعرف بان فريق السالمي سبعه عناصر وثمانيه عناصر خاطئه الموسم الماضي
العناصر اللي جاوا كما قلنا يعني مازال صغار، ناقصهم شويه المحبه في الاسم الوطني للفوت، يمكن حتى الضغط كيكون عليهم كثير خصوصا المهاجم، لان المهاجم الاول الاخر يبقى عليهم ضغط كثير ماشي من المدرب ولكن ضغط كثير من الصحافه ومن الناس اللي تبعين ديال الكره، بان كنضيعوا فرص كثيره يكونوا عليهم ضغط كثير بزاف، هذا هو اللي كيخليهم انهم ولا عندهم واحد الخوف. اتمنى ان شاء الله انهم ان شاء الله المباراه القادمه يمكن يعاودوا يحيوا راسهم شويه ويركزوا شويه، والكره القدم راهي تقدر تضيع اليوم تقدر تضيع غدا، كتبقى كره القدم هي كما قلت لك يعني ثلاثه النقاط كنا جايين باش نحيدوا عليها في الزمام او المنطق ما استطعناش. كره القدم كما قلت لك هي اللي فيها فوز وخساره